الحالة المناسبة نقدم لك باسم تحالف اثنين وعضويتنا الشيخ أنور الندى المصحف الكريم على الجهود الجبارة اللي جاي تبذلها نينو والخدمة نينو. أشكركم وأعتبر هذه الزيارة هي حافز ودافع لنقدم أفضل الخدمات لهم المواطنين. اليوم قمنا بزيارتكم نشهد على ايدكم والوقوف على المعوقات اللي تعاني منها زيارتكم، وان شاء الله راح نكون عون لكم ونوصل معاناتكم لبغداد ان شاء الله. يعني عصابات داعش تلفت ما تلفت واحرقت ما احرقت في مدينه بهالعدد وبهالضخامه خلال مكتب جوازات واحد اكيد يعني ما يسد. فشوف الزخم اللي عندنا زخم مو طبيعي، بس احنا يعني هذا الزخم معالجينه بايش؟ بكثره الدوام. يعني نبقى مفروض دوام يديه بالثلاث، نبقى بالاربعه، نبقى بالخمسه، نبقى بالسته لاخر مواطن. ولبعض المشاكل اللي مو بس احنا يعني حقيقه مثلا الدفاتر الخام، يعني الدفاتر قله الدفاتر، بس هاي مو مشكله مثلا مدينه نينوى ولا هاي مشكله عامه. قمنا هذا اليوم بزياره دائره جنسيه واحوال نينوى ومكتب جوازات نينوى، وقمنا بتقديم الهديه الى جناب العميد الدكتور خالد مدير احوال وجنسيه نينوى، واطلعنا على الواقع الخدمي الذي تقوم به هذه الدائره، واطلعنا على سير العمل في مكتب جوازات نينوى، والتقينا بسيادة العميد باسل الراوي، وأوجزنا بالعمل الذي يقوم به، وشكرناه على هذه الجهود الجبارة التي تصب في مصلحة نينوى. شرفنا هذا اليوم بزيارة وفد من تحالف نينوى وهويتنا، واطلع الوفد على آلية عمل الدائرة وانسيابية العمل فيها، وأثنى على جهود الموظفين والمنتسبين. بدورنا نعتبر هذه الزيارة هي حافز لمديرية جنسية نينوى لتقديم أفضل خدمات لأهلنا في محافظة نينوى، ومن الله التوفيق. ونشكر الوفد الزائر ونشكر الشيخ أنور الندى على هذه الالتفاتة. قمنا بزيارة جوازات وجنسية محافظة نينوى، ورأينا الأعمال جيدة جدا وممتازة، والسيد الدكتور العميد خالد وضباطه قائمين بواجباتهم بشكل صحيح. كانت الغاية من زيارتنا هي لتقديم الدعم والإسناد وكذلك ملاحظة المعوقات لتلافيها.